أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقلنا إن البرهان الذي يجيئون به هو أن يقول من فعل ذلك من بدأ الخلق ورزق من السماء والأرض فليقل أنا الذي أرزق للذي ادعاه. فإذا لم يجئ هذا الدعوة إذا لم يقل لها معارض تثبت لصاحبها، وهو يقول أنا بدأت الخلق وأنا برزق. سيب الإعادة دي، أنا اللي بدأت الخلق. هم قالوا كده، ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله. من يرزقكم من السماء والأرض برضو هيقولوا مين؟ الله. إذن الإعادة هي اللي فيها الكلام. فإذا ثبت أني بدأت فلا يستحيل علي أن أعيد، لأن الذي بدأ من عدم، والذي أعاد من موجود، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الحق حين يقول ومن يرزقكم من السماء والأرض بعد البدء والإعادة لا بد أن يكون هناك علاقة بين الرزق وبين الإعادة. نحن نرزق من الأرض بواسطة إنزال الماء لينبت الزرع، فإذا ما نبت الزرع أكلناه، ثم إذا أكلناه أخذنا منه ما حاجتنا في الطاقة، ثم خرجت فضلات. فإذا بقيت أشياء في جسم الإنسان حين يموت ماذا يحدث؟ يتبخر جزء الماء، ثم تبقى المادة صلبة إلى أن تصير عناصر. هنضرب مثل بالوردة. الوردة نشوفها كده نضرة رطبة، ريحتها حلوة، لونها جميل، نقطفها، بعد ذلك يتبخر ما فيها من الماء. أين ذهب الماء؟ بخار وصار إلى السحاب. طيب وأين ذهب اللون؟ برضو ذهب في الأسير الجوي. وأين ذهبت الرائحة؟ شعت برضو في الأسير الجوي. وبعدين فضل شوية حاجة ناشفة كده قشة تنزل في الأرض تتكون المادة. بعد ذلك إذا زرعنا وردة أخرى تخرج فيها من العناصر اللي فاتت، وبعدين اللي خدت اللي الماء اللي طلعت مش تيجي هي يجي زي ايه، واللون يجي من الأسير، والريحة تيجي الله، وبعدين الدورة تمشي. اذا عناصر التكوين في الكون لم تزد ولم تنقص، لم تزد. المية اللي ربنا خلقها من اول الكون هي اللي موجودة، ناخد منها اللي ناخده، ويتبخر منها جزء كبير في ايه، بول، في غائط، في مخاط، في سماخ اذن، في عرق. واللي يفضل منا في الجسم بعد ما نموت يطلع راح. يبقى المية راحت فين؟ اللي انا خدتها من الكون رجعت للكون. تبقى دورة بقى وبعدين تيجي. كذلك النبات ناخده وبعدين يروح، بعدين تحصل دورة. الله. اذا الدورة اللي منها الارزاق يعني بدء وإعادة. فإذا كانت أرزاقكم كلها بالشكل ده والدورة ماشية كده، تبقى الإعادة بتاعتكم إيه؟ المالشة حتمين هعيد لكم الأرزاق. وبعمل والزاريات إيه؟ فالحاملات، فالجاريات، فالمقسمات، إنما توعدون لإيه؟ وإن إيه؟ إنما ما توعدون لصادق، وإن الدين لإيه؟ ما توعدون من البحث. وفي الرزق بتاعكم الدورة دي بتيجي. يبقى إذا استدلاله من الأرزاق على أننا نعود، لأن الرزق بناكله برضه دورة، للمية بتنقص بتروح وتيجي بس. الله. يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى حينما قال يبدأ الخلق ثم يعيد ومن يرزقكم من السماء والأرض جايب شبه الدليل اللي مر إليه. وبعدين قال لا إله مع الله، إن كان الإله ده عمل كده يقول، إن ما حدش قال يبقى هو مش موجود. اتفق. طب موجود ولا جريش؟ ما ينفعش يبقى اله. جري وجابه انه يواجه يبقى برضه ما ينفعش انه اله.
يبقى المسألة انتهت بإيه؟ قضية. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. اللي قالوا عنده إيه؟ مفاتيح الغيب. الغيب ده معناه ما غاب عن إدراكك أو حسك. هذا الغيب. بس مرة يكون غيب عليك وليس غيبا على غيرك. يبقى ده غيب إضافي. يعني أنا ما أعرفش اللي في جيوبكم إيه. ما أعرفش أنتوا كلتوا إيه. ما أعرفش أنتوا كنتوا قاعدين فيه. إنما كل واحد عارف. إذن هو غيب علي أنا. وغيب على غيرك أنت. لما أنت عارفه ولا لا؟ اللي سرق سرقة. وراح يخبيها عند واحد أو في مكان. المسروق لا يعلم أين هي. إنما هو عارف ولا مش عارف. واللي دلس عليه عارف ولا مش عارف. واللي عنده عارف ولا مش عارف. إذن ده مش غير مطلق. ده غير غيب عليك وليس غيبا على إيه؟ على غيرك. إنما الغيب المطلق قسمين. غيب علينا جميعا ولكن بعد كده يبقى مش غيب ويبقى حسي. ككل الاكتشافات اللي العالم ده بيكتشفها كانت ايه على الجميع ولا لا؟ الا ان لها مقدمات. المقدمات دي بيستنبط منها كذا وكذا 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 وبعدين تبقى ايه مدركة. ده برضو غيب نصف اضافة. هو غيب علينا الان ولكنه سيصبح ايه غير غيب بعد. ليه؟ لان فيه مقدمات. اذا اعطيت للتلميذ تمرين هندسي ولا مساله جبر وبعدين قعد يشوف من المعطيات يحب اهي المعطيات دي مقدمات الكون اللي العلماء بيكتشفوا منه. هو ليه اكتشف بدء كده ولا خد مقدمات من غيره من العلماء وقعد يسلسل لحد ما اكتشف؟ إذن فتكون غيبا في زمن إضافي ثم تصير مشهدا. طيب وفي غيب برضه ما يبانش. لا هو لا تعرفه أنت ولا الزمن يخليك تعرفه. قال هذا هو الغيب الحقيقي الذي استقل الحق بمعرفته. ولذلك حينما يقول الحق في كتاب عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى. يبقى ده الغيب المطلق ملوش مقدمات. انما الغيب الثاني بتاع الاكتشافات يقول فيه الحق سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. لما شاء يدي لهم المقدمات ويطلعوا ايه الله. اذا لكل غيب في الكون ميلاد. فهب أن الناس اشتغلوا بالمقدمات كالعلماء مثلا يقوم يجي الميلاد مع الاكتشاف. طب إنه جه الميلاد ولا اكتشفوش يعطيه الله للكون صدفة. يبقى جاء ميعاده ولم يكن هناك بحث. يبقى ده اسمه ايه بقى؟ دي غيب يحاط به. بس يحاط به بواسطة مقدمات. واحد 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 اثنين بما أن كذا يساوي كذا يبقى كذا يساوي كذا. يبقى ده غيب برضو إضافي. إن صادف بحثنا يبقى الميلاد مع الايه مع الميلاد مع البحث. وإن لم يصادف بحثنا بس الميلاد بتاعه جه يقوم يقول أنا هحن عليكم وأعمل لكم ايه صدفة. أغلب الاكتشافات جت ايه كلها صدفة. علماء بيعمل حاجة طلعت له حاجة بيعمل حاجة طلعت له ايه طلعت له حاجة. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه عدم. ده الغيب المطلق. إنما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الغيب اللي كان غيبا ثم يصير ايه يصير مشهدا ليؤكد قول الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الحتة بتاعت البحث القيامة دي بقى هي من الغيب الايه المطلق. محدش يعرفها. اهو يبقى عاقل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة. لا يعلم الغيب احد ممن في السماوات والارض الا مين؟ اهي عملية البعث دي محدش يعرفها كده الا الحق سبحانه وتعالى يجليها لوقتها الا ايه الا هو. الا انه صنع لها مقدمات اللي احنا بنسميها العلامات.
ولذلك يقول لك أكاد أخفيها. أكاد الناس فهمين أكاد أخفيها يعني أكاد أدريه، خفي الشيء استتر عني، وأخفيته أي أزلت خفاءه، أزلت خفاءه. يبقى خفي الدار وأخفى الله. ما ليه؟ أم قال لك في تضعيف اسمه تضعيف الإزالة، وفي همزة الإيه؟ الإزالة، همزة اسمها همزة الإيه؟ الإزالة. إحنا بنمسك نقول ده معجم، معجم في اللغة. معجم يعني إيه؟ معجم يعني فيه أعجمة زال عجمته، أعجمه أزال عجمته، يبقى اللي معمول اسمه إيه؟ معجم. معجم يعني مزيل للإيه؟ نمسك كتاب اللغة ونكشف على الكلمة نعرف معناها، نسميه معجم ولا لا؟ معجم يعني ده لو كان معجم يعني خفي يبقى ما نعرفش معناها، إنما معجم يعني بيبين لي معاني إيه؟ يبقى معناها هو إيه؟ فيه شيء أزال العجمة بتاعته. فأخفيها بهذا السبب، أكاد أخفيها. هي مخفية، فما تقولش أكاد أخفيها يعني لا تنفعش. يبقى أكاد إيه؟ أزيل خفاءها بالعلامات، علامة صغرى وعلامة كبرى مش عارف إيه بتاعها. أكاد إيه؟ فيها اسمها همزة الإيه؟ الإزالة وتضعيف الإزالة. الناس بيفهموا من تضعيف الإيه؟ تيجي مثلا مرض فلان فلان، فلان مرض ومرضه فلان، يعني ايه؟ بيعالج يزيل مرضه. قشرت التفاحة، قشرته أزلت ايه؟ أزلت قشرته. يبقى فيه تضعيف اسمه تضعيف الايه؟ الإزالة، وفيه همزة اسمها همزة الايه؟ همزة الإزالة. الحق سبحانه وتعالى لا يجليها لوقتها، ولذلك لما يسأله الرسول عنها يفتخر الرسول، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ده شرف له أن لا يعلم، عشان يفضل في علم إيه مطلق لمين؟ ودى مفاتيحه لرسله. ولذلك هنا الآية في الدقة يقول لك وعنده مفاتيح الغيب. افرض أن ربنا تكرم على واحد واداله حاجة كده من غيب كونه عشان يثبت له أنه هو يعني مقرب منه. سيدنا أبو بكر كندة فلوس ومال لعائشة بنته، فلما حضرته الوفاة قال لها هات الايه اللي عندك، انما هو انما هما اخواك واختاك. امشي تستعجبي، اخواك صحيح يا محمد وابو بكر وعبد الرحمن، انما اختاك ده ما فيش، ده هي ما فيش الا اسماء اختي. كان سيدنا بقى متجوز بنت خارجة وكانت حامل، وده يعرفها ازاي بقى؟ يبقى شوف بقى التجليات على الحق من الحق سبحانه وتعالى. قال له ده هتولد وهتولد ايه؟ وتنضم الاسماء يبقوا بنتين وعيشه، انما هما اخواك دول موجودين واختاك، اسماء هي اللي موجوده. يبقى دي فضل من مين؟ ولا يحيطون بشيء من علمه الا ابن شاء، لا عالمه، فلا يظهر على غيبه احدا الا مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حين يخبر عن شيء ده من علم الغيب اللي ملوش مقدمات، يبقى مين اللي أعلمه؟ ويعرفنا أنه أعلمه بأنه ينزله في القرآن، أنه ينزله إيه؟ في القرآن. الله إزاي يعني؟ أم قال لك صاحب لما غلبت الروم، الروم أهل الكتاب، غلبت من مين؟ من فرس اللي بيعبدوا النار. أيهما أقرب إلى الله؟ الفرس اللي بيعبدوا النار ولا الروم اللي بيعبدوا إله؟ الروم. يبقى قلب رسول الله وصحابته مع من؟ مع الروم. ولذلك يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. يا ريت يغلبوا بعد على طول كده تاني يوم، يمكن عنده علم ان في مدد جاي وفيه رد فعل حقيقي. أم قال في بضع سنين، طب مين يقدر يتحكم في معركة بين قوتين عظمتين في 7 سنين؟ مين يقدر على الكلام ده؟ يبقى قالوا عليها بقى. وبعد ذلك يقول ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله
يوم يصادف انتصار الروم على الفرس في يوم انتصار المؤمنين على الكفار في بدر. ايه ده؟ تبقى مسألة الله أكبر. وما يشعرون أيان يبعثون. ما دام لا أشعر ولا أعرف أين متى أموت يبقى برضه ما أعرفش متى أبعث. الاثنين دول. طيب ليه بينكروا الآخرة؟ ده المسائل متتابعة في الإعلام بها. كل رسول سبق برضه يتكلم عن الآخرة. إيمان بالله وباليوم الإيه؟ وباليوم الآخر. ولذلك قال إيه؟ بل ادارك علمهم في الآخرة. ادارك يعني تدارك. ومعنى تدارك توالى. كل وقت يجي له إيه؟ يجيب دليل. زي ما حتى إذا اداركوا فيها إيه؟ اداركوا فيها جميعا. يعني جه بعضهم بعض الوقت. إذا العلم بالساعة كل يوم تجي آية، كل يوم تجي آية، كل ما نقرب تجي آية، كل ما نقرب. يبقى بل ادارك إيه؟ يعني تدارك أدرك بعضه بعضا وجاء تبعا. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها. زي ما في شك منها ما دام ادارك الحين منها. بل هم منها عمون. لو كانوا مفتحين كانوا عرفوا الحكاية. إنما عم طب احنا هنعمل ايه؟ إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الايه؟ في الصدور. يبقى فيه شيء موجود ولكن مش شيء، مش مطلمس من الشيء. يقول له ما انت شايف دي ايه؟ مطلمس. نعمل ايه بقى؟ يبقى اذا ايات البعث وايات القيامه موجوده ومتداركه. كل يوم تجي ايه تجي ايه تجي ايه. بس هم ايه؟ في شك منها. ليه؟ لانهم عمون جمع عامل. وقال الذين كفروا ثاني فاذا كنا ترابا وآباؤنا إنا لمخرجون. هم عايزين يستدلوا من إن أبهاتهم اللي ماتت دي مفيش حد بعث. وإحنا قلنا إن يوم الآخر هيجي مع الدنيا، ده اسمه يوم الآخر مش هيجي مع الدنيا. عايزين إيه يعني؟ ياخدوا هو مات من يوم آدم بيموتوا، فمحدش انبعث ولا جه. وقال لكم إن أنا هبعثكم مع الدنيا ولا في يوم آخر؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا. وإن كل رسول يجي يقول لنا برضه اليوم الآخر ما حصلش. هو لسه الدنيا انتهت؟ ما دامت الدنيا موجودة يبقى دي الأولى. إنما الكلام بيتكلم على الأخرى، فما تقولش إنه هيجي الآخر في الأول. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الإيه؟ ليه؟ والكلام ده ليه كده؟ قال لك كل مسرف على نفسه في المعاصي يريد أن يؤمن نفسه، لأنه نفسه عزيز عليه قوي، يبقى ملوش منفذ أبدا ولا واحد يرتاح فيه إلا يقول لك ده الكلام ده كله كده. الكلام ده كله إيه؟ كده. الواحة بتاعته إيه؟ لأنه لو كان متأكد هتبقى شرطه سودي، كفر بالله ومعاصي مش عارف إيه، فيعمل إيه؟ يؤنس نفسه بأن هذا كله إيه؟ ولذلك كله مشرف على نفسه من حظه إنه يقول ده حكاية الدين ده حكاية كذب خالص. ولذلك لما تيجي في حته القدر يقول لك يا اخي ما دام ربنا كاتب عليا المعصيه بيعذبني ليه؟ بس نقول له يا اخي ما يدل على انك سؤالك مجنح. كان يجب ان تقول وما دام ربنا هو اللي كاتب عليا الطاعه يبقى بيسيبني ليه؟ مش تجيبها ايه؟ ولا اشمعنى دي سهينت عنها وسبتها ولا جبت لي شلها دي؟ لانه هو بده المنفذ اللي ينجيه، انما الحاجه اللي جايبها له يعني خير يخليها كده. ان هذا الا اساطير الاولين قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المجرمين. ينظروا يعني هيقول لهم انظروا عشان في ناس بعثوا. المجرمين اي الذين كذبوا رسلهم فيما اتوا به، وشوفوا عاقبتهم ايه. يبقى من اللي كذب الرسل انهزموا امام الرسل لانهم مجرمين. وما دام انهزموا امام الرسل في انهم كذبوا ما جاء به اهل البعث ده من ضمن ما جاء به، ولكن ربنا مدريه ومش وقته الان، لا يجليها لوقتها الا ايه؟ الا هو. قل سيروا في الارض فانظروا
كيف كان عاقبة المجرمين. وبعد ذلك ربنا يجي للرسول يسليه بقى. الرسول زي ما قلنا هناك في السورة: فلعلك باخع نفسك إن على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. ويجي في آية ثانية: فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا. باخع نفسك يعني إيه؟ مهلكة من الحزن. والبخ هو الدبح والمبالغة فيه حتى يصل إلى النقاع. الدبح مفروض فيه إنه يقطع له إيه؟ إلى الوديجين. لكن البخ يعمل إيه؟ يروح مخلصها كلها كده. فبقول له: أنت مزعل نفسك ليه؟ ليه؟ أنت عليك البلاغ فقط. إنما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حكى الله عنه: رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه. حريص بالمؤمنين رؤوف إيه؟ رؤوف رحيم. لا تحزن عليه ولا تكن في ضيق، أي في ضيق مما إيه؟ مما يمكرون. ويقولون: متى هذا الوعد؟ إمتى يجي؟ إن كنتم صادقين في إنه بعث. نقول له: إحنا وعدنا حاجتين اثنين. لما ربنا يوعد واحد بعذاب ما يسماش وعد بقى، ده إيعاد، لأن في فرق بين أوعده وإيه؟ ووعده. يعد دائما بالخير، وأوعده يبقى بالشر. طب هل الكلام ده بالنسبة له إيعاد ولا وعد؟ إيعاد ولا إيعاد؟ لكن شوف ربنا يطلس على حتى ألسنتهم وهم فصاحة. يقول لك: متى هذا الوعد؟ لأن إعادة المخالف لك بشر وعد لك بخير. إعادة مخاصمك بشر يبقى إيه؟ وعد لك بخير. يوم هم يجيبوها وعد. ولا تك في ضيق مما يمكرون ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. نقول: إحنا قلنا على حاجتين اثنين، وعدنا الأنبياء بالنصر ووعدنا العالم كله بالبعث. فإذا كنا قد صدقنا في جزئية فخذوها مقدمة على صدقنا في الأخرى. خذوها دليل على صدقنا في الإيه؟ لو كانت كذبة الأولى، والأولى محسة لكم ومدركة. الرسل كلها انتصروا على مكذبيهم ولا انتصروا؟ وإما بعذاب الاستئصال وإما بعذاب الهزيمة والانكسار. مش كده؟ فهيقول لهم: طيب استنوا بقى. ويقولون: متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين. هم اللي قالوا إنه وعد. قل: عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. عسى ده رجاء، والرجاء من الله تحقيق. يقول لك مثلا، أنت بتقول له إيه؟ لعلي أعطيك ما تطلب. مش كده؟ ده الكلام ده عندنا أبلغ من لعل فلان يعطيك ما تطلب. لأن أنا بقول لعل فلان وأنا مملكش فلان ده، انما لما اقول لعلي اعطيك يبقى ايه؟ قريبه الرجاء. خلاص. طب انا اقويها شويه، اقول لعل الله يعطيك كذا، لانني يمكن اتغير، انما لعل الله يعطيك كذا. يبقى كم مرحله الان؟ لعل فلان يعطيك ما تطلب. خلاص. لعلي اعطيك ما تطلب اقوى شويه، لان انا اللي قلته هنا اللي لم. طب ما اقدرش اسبابي ما جابتنيش، تقول لي للي ما اسبابها ما تنتهيش. لعل الله يعطيك، يبقى دي ابلغ ولا لا؟ فاذا قال الله بذاته لعلي اعطيك، تبقى هي، يبقى دي اقوى حاجه بقى. يبقى المراحل ايه؟ الاول ايه؟ لعل فلان يعطيك، عسى انه يديك، او عسايا اديك، عسى الله انه يديك. فاذا كان الله هو الذي يقول يبقى هتتحقق. ولذلك قال لك: الرجاء من الله تحقيق. قل: عسى ان يكون ردف لكم. ايه ردف دي؟ ردف ده احنا لما نيجي نركب دبه، يصح ان واحد ويايا اسيبه ماشي واركبها، ويصح ان انا اقول له: يا شيخ تعالى اركب ويايا، وياخده فين؟ ايه وراه؟ يبقى اسمه ايه؟ اردفه، يعني اركبه وراه، اردفه الردف الاول. فقال لهم: انتوا ليه تستعجلوا؟ يمكن اللي انتوا بتستعجلوا ده هيجي بعضه معاكم، يعني وراكم على طول.
عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون من العذاب. وصحيح حصل ما مرتش مدة وجم مهزومين في بدر هزيمة. الله إذا رد أنت بتقوله الاستعجال. الاستعجال قسمين. إحنا قلنا على هذا إنه إذا انتصروا سيهزموا الجمع ويولون الدبر، وقلنا فيه بعض فصدقنا فيه سيهزموا الجمع ويولون الإيه الدبر، ودي قريبة منكم ردف يعني بقى وراك على طول. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس بيأخرها شوية لعل الناس ترعي، لعل الناس ترجع، لعل كذا لعل كذا، لأنه وإلا كان خذها من أول تجزيل. وبيبيننا دي إن ربنا بيمهل علشان يئب ناس في الهدى. هم الناس اللي أسلموا آمنوا برسول الله جم مرة واحدة كده، ولا ده جاي وده جاي وده جاي. لذلك المسلمين كانوا في المعارك يزعلوا يقول لك فلان نفد من ايدي، انا كنت نفسي اجيب عكرمة ده واقطعه، انا كنت عايز اجيب عمرو بن العاص ده واقطعه، انا كنت عايز اجيب خالد بن الوليد. يقول له انت ما قطعتوش لان ربنا عاينه عشان يقطع خصومكم. نعم. فبرضه كره ما طلتوش لان من عل ايه. ولذلك اللي اسهب اخيرا وزعلوا باللي هما ما موتوش خالد بن الوليد، رب النبي سميه سيف الله المسلول. يبقى اذا ما خدتوش علشان هو. وان ربك لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون. اكثرهم يبقى البعض يشكر ولا لا؟ البعض يشكر. وان ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. طب اذا كان يعلم ما تكن صدور وتخفيه يبقى يقول وما يعلنون. طب ليه؟ من باب اولى، لان ما تكن الصدور بيبقى خفي غيب، والله غيب. يمكن انت تقول اصله غيب ما يدركش الا الغيب، تقول له لا يا الله يدرك الغيب ويعرف. وما من غائبه في السماء والارض. غائبه يعني شيء غائب، وبتجي له التيه دي يسموها تاء المبالغه. واحد يقولوا هذا راو للشعر، راو يعني بيقول شعر الشعر ويزيعه في الناس. فإذا كان راوي كويس يقول لك إيه ده راوية. فإذا كان واحد بينسب الناس يقول لك ده نساب. فإذا كان قوي في النسب يقول لك ده نسابة. واحد عالم يقول لك علام علامة. يبقى تا اسمها إيه؟ تا المبالغة. وإلى لقاء